خلينا نبدأ كالمعتاد بأهم الأحداث والأخبار اللي معانا. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بالأمس ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وتناول الاجتماع الجهود المصرية القطرية الأمريكية المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. امبارح أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة موقف الأعمال المتعلقة بالمتحف المصري الكبير، بالإضافة أيضا لتطوير المنطقة المحيطة به واستعدادات الافتتاح. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، تناول الاجتماع الجهود المصرية القطرية الأمريكية المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتم استعراض مستجدات الأوضاع الميدانية بالقطاع وما تفرضه من ضرورة تكثيف جهود التهدئة ووقف التصعيد العسكري. وشدد الرئيس في هذا الصدد على خطورة الأوضاع الإنسانية التي تصل لحد المجاعة في القطاع، بما يحتم تضافر الجهود الدولية دون إبطاء للضغط من أجل الإنفاذ الفوري للمساعدات الإغاثية لجميع مناطق القطاع على نحو كافي. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة موقف الأعمال بالمتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة به واستعدادات الافتتاح. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ما يحظى به مشروع المتحف المصري الكبير من أهمية بالغة لدى الدولة المصرية، وقال: المتابعة الحثيثة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هي التي أسهمت في أن يرى هذا المشروع العملاق النور، مؤكداً أن سيادته يتابع جميع التفاصيل الخاصة بالمشروع بصورة دورية. امبارح استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر مشيخة الأزهر لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع مدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة الجديدة، وده بحضور عدد من قيادات ومسؤولي الأزهر الشريف وجامعة الأزهر. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تولي اهتمام كبير بمدن البعوث الإسلامية كإحدى أهم بوابات مصر للعالم، مبيناً أن الطلاب الوافدين هم سفراء لمصر والأزهر بعد تخرجهم، وأن الدولة لا تدخر جهداً من خلال التنسيق مع الأزهر في دعم هؤلاء الطلاب وتذليل العقبات التي من الممكن أن تواجههم، فضلاً عن تيسير مختلف شؤون المبعوثين الأزهريين ممثلين لمصر في الخارج. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لاستيراد مصر شحنات تقاوي فاسدة، موضحة أن جميع التقاوي المستوردة سليمة وآمنة ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، وتخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل إدارة الحجر الزراعي المصري، ويتم سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة إيجابية وغير مطابقة للاشتراطات الدولية، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، قام الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بزيارة عدد من المصابين الذين يخضعون للعلاج حالياً بمستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل. واطمأن رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مستوى الخدمة الطبية والعلاجية الفائقة المقدمة لأفراد القوات المسلحة من الضباط وضباط الصف والجنود، مع توفير سبل الرعاية الصحية المقدمة داخل المستشفى.